نعم في ناس يقول لك انا والله يا اخي انا احب الاعمال اللي تكون لي او ونفس النمط نفس الروتين انا اموت فيه زي المحاسب. طيب لا هذا يكون عندك خطه ليه؟ هو بدأ يقول انا جيت قبل خطه لا انا مستني اشتغل فيه انت مش انه حياتي كذا تعب اي فقره مش واضحه لك او ايش في عليك اسالني تفضل انت بتحب النهايه مش بتحبش انك تستغني بس على شيء روتين دائم بس اذا كان في خطه طويله انا اعرف ان الخطه لها بدايه ونهايه بيشتغلها هذا تستطيع التوقع انا احب الاعمال الروتينيه الدائمه اللي تكون مدينه واحده في ناس كذا يحبون يعني زي المحاسبين يحبون شغله واحده كل يوم مارس طيب هي كلها بين شعارات تهتم بكيفية أداء الآخرين لأعمالهم ولا يعني عندك هدف من عملك وعملك إيش تحبين أكثر؟ ممتاز بس أنت إيش تحبين أكثر؟ هل تهتمين أكثر بكيفية أداء الآخرين لأعمالهم؟ هل هذا الاستكشاف ممكن بس تشتغلون ولا تهتمين أكثر بالهدف من العمل؟ هل يهمك أكثر كيفية كيف ولا الهدف؟ لأن في عندنا كلمتين بس ما شرط كيفية فاعلية وكفاءة هل يهمك تكون فاعلية يمثل الهدف بغض النظر عن الجودة؟ الجودة بس وأعمالنا إذا قاعد تفكر كيف في الإجابة في نفسك في ناس يقول لك تحب المناظر